معكم مستمعينا ومستمعاتنا على أثير راديو أصوات، ودائما في هذه الحصة المباشرة من برنامجكم حديث ومغزل. وفي الجزء الثاني من حصة اليوم مستمعاتنا غادي نتعرفوا على حصة مفتوحة رفقة الدكتور عماد ميزاب، دكتور في الصيدلة والمختص في التداوي بالأعشاب. غتكون حصة مفتوحة لأسئلتكم مستمعاتنا الكريمة دائما على 05 22 77 24 24. صباح الخير دكتور عماد. صباح النور اختي أجار. أخبارك؟ صباح الربح والتيسير، وعلى الشيف ديالنا اللي منورنا هذا النهار، الشيف ديالنا اللي ضيفاتنا بلي ماكارون. تبارك الله الشيف زال، تبارك الله الله يخلف عليها. انا غندوق ورد عليكم خضار ولي ماكارون صحيين أكيد. ما فيهمش اضافات ربما اللي غادي تقدر تعطينا مشاكل صحيه من خلال التذوق، غادي نعطي التحليل الكيميائي و... على العموم تبارك الله عليك شاف نورا، وصراحه هذه ماكارون طلبت من شاف نورا للامانه انها تعطيها لنا اليوم، ولكن فبما ان سبق لينا وعطيناهم في برنامج حديث ومغزل في حصه من قبل دي ماكارون اللي بالفخيز لي فروي روج ياك، وهادو دي ماكارون لي ناتوريل ما فيهمش لوز مطحون هكاك درنا بالبودره و والكاكاو شوكولا نواغ الغني يعني ما فيش اضافات ديال 100% يعني اللي مسوس كاريمون 90% كاكاو. المهم ماشي هيتكم مستمعاتنا الكريمات، ولكن راهم موجودين عبر صفحة الفيسبوك ديالنا اللي هي سناء زعيم اصوات، وايضا راديو اصوات باج اوفيسيال، فمرحبا بكم دكتور عماد. اليوم مستمعاتنا الكريمات غنفتحوا لهم الخطوط للتواصل دائما معاك على 05 22 77 24 24. مشكور زميلي عبد الرحيم حبيش في استقبال مكالماتكم دائما على اصوات ام يحيى من قلعه صرغنا، ولكن قبل على بركة الله غادي نمشيو عند سكينة من مراكش. السلام عليكم. اهلا اختي هزار، كتيرين بخير؟ الحمد لله. سكينة شخبارك؟ الحمد لله الله يبارك فيك. مرحبا بك على اصوات الله يشافيها يا رب. يا رب امين. شكرا لك. مرحبا. متألقة كتعجبيني لعدك تحمقيني. الله يكبر بك. شكرا لك سكينة الهلا يخطيك. مرحبا. سلام دكتور عماد بخير. صباح النور اختي، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يبارك فيك. مرحبا. تفضل سكينة، شنو سؤالك؟ انا الدكتور كيف ما سبق ليا وقلت لك كنت درت ترطيب شعري ولا ليا كله متقطع تيتقصف بزاف وقلت ليا نصحتيني انني نستعمل زيت اللوز على الاقل شهرين. دابا بغيت نسول واش ممكن نستعمل زيت الفلفله؟ لا. وشحال دابا استعملتي زيت اللوز؟ زيت اللوز انا يلاه استعملته شي سيمانه دابا، يلاه سيمانه غتهضر معايا. ايوا واخا ماشي مشكل تستعملي زيت الفلفله، ماشي مشكل يعني ما عنده حتى شي مضر على الشعر ديالك. بالنسبه عندي بنيه عندها 5 سنين شعرها قليل بزاف، استعملت لها الخلطه ديال الزيوت، هي زيت اللوز وزيت النافع وزيت الورد وزيت البابونج. انا استعملتها لها مزيان، هذه شعرها تيولي غزال. تبارك الله عليك الدكتور. مرحبا يا دكتور. مزيان. واش ممكن تستعملها لاختها اللي عندها عامين حتى هي عندها نفس المشكل؟ اختها عندها عامين، عطيها شوف خليها مرتاحه ان شاء الله، غير ملي غادي تزيد شويه في السن ديالها وغادي تكبر فهذاك الشعر غادي يتبدل وغادي يرجع للحاله الطبيعيه ديالو. طيبه دكتور الله يجازيك بخير. يلاه سكينه مرحبا. تفضل. يلاه تفضل. بغيت غير يعطيني شي شامبوان يكون طبيعي نقدر نستعمله انا وبنيات ديالي. ان شاء الله ان شاء الله غادي نعطيكم شامبوان طبيعي اللي يمكن نستعملوه في الدار. شكرا لك. شكرا دكتور. شكرا سكينه من مدينه مراكش، تحياتي لك ومرحبا بك معنا على اصوات. ام يحيى من قلعه صراغنا، السلام عليكم. صافي الحمد لله. ام يحيى مرحبا بك على اصوات. بارك الله فيك اختي كبير الصوت ديالنا لاباس عليا. الحمد لله اختي مكاسمع صوتكم. الحمد لله. مرحبا الله يبارك فيك اختي. انا شحال كنتصلوا يلا شدي الخط. بنسولك على بنسول الدكتور على زيت جونس الاطفال. لا داعي لديك الاسماء، لا داعي لديك الاسماء اختي. لا داعي لديك الاسماء التجاريه. المهم سميتو مو كتبي فيه اللون الفانيدي هو ماشي داك اللون الاخضر ولا لا؟ شوف اختي شوف حنا فهمنا شنو النوع اللي كتستعملي. بلا لا داعي باش نبين واحد الماركه معينه. واخا قولي شنو السؤال ديالك مباشره. قالت لي واحد السيده مزيان البشره الجافه، وانا درت هذه السيمانه وبنسولك دكتور واش مزيان ولا لا؟ نحن نتكلم وشوف حنا ماشي كنعطيو على واحد الماركه، ولكن الانواع اللي كتكون كيميائيه الا مشات تتوضعات على البشره فضروري خصها تغسل، لان ماشي مواد طبيعيه. هذيك مواد مصنعه او زيوت مصنعه اللي كيكونوا فيها مواد حافظه، كيكون فيها امور اخرى. اي مزيان تستعمل البشره، ولكن ضروري البشره كنضفوها من مورا ما كنستعملوا هذيك الزيوت. اذا من الاحسن تستعملي مواد طبيعيه للبشره ديالك باش ترطبيها. وهذا الشيء نشوف هذه البشره ما غاديش يقتصر غير على اننا غنديروا الزيت ولا غادي نرطبوا البشره ديالنا، راه غادي نرجعوا ليها كما كنقولوا حنايا داك الماء اللي تفقد
ونشوفوا المشكل مناش، واش كاين مشكل في البشره، واش عندنا واحد الحساسيه في البشره، ولا عندنا شي حاجه في البشره ديالنا. الا كانت الامور ما كايناش، كاينين غير قشور بساط، فراه غير زيت لافوكا بوحده الا دهنا على البشره ديالنا كل ليله تكون طبيعيه غتعطينا فائده ان شاء الله. شكرا لك ام يحيى من قلعه صراغنا، تحياتنا لك. غادي نمشيو عند خديجه في زاكوره. السلام عليكم لخديجه. خديجه مدينه زاكوره، السلام عليكم. عليكم السلام. الحمد لله خديجه، مرحبا بك على اصوات. الله يبارك فيك. تفضل، شنو سؤالك؟ بنت والدكتور ديالنا على واحد البص، على واحد البصات ديال حب الثبات. مرحبا. انا عندي 40 ولكن عيني من حب الثبات انا واختي. يلا تقسمي معنا الوصفه ديالك، نشوف هذه الوصفه شنو هما المكونات اللي فيها. شنو هي الوصفه اللي كتستعمليها خديجه؟ انا كنستعمل زيت البابون مع زيت الحلو والورد. زيت اللوز الحلو ياك؟ اه. وزيت الورد اييه. وزيت البابون. وما عطاتنيش حتى شي نتيجه. نعم. شحال عندك من عام خديجه؟ 19 سنه. 19 عام. اختك؟ 27 سنه. تا هي فيها المشكل ديال حب شباب. واخا غادي نحاولوا نجاوبوك خديجه. واحد السؤال تفضل. واش عمرك مشيتي عند الطبيب بعدا؟ واش ما عندكش مشكل هرموني؟ ما عندكش امور يعني خاصين في الصحه ديالك؟ حيت هما كيقدروا ياثروا، واخا الانسان كيدير بعض الادويه ولا كيدير بعض الوصفات، الا ما كناش كنعالجوا الامر من الداخل ديالو فغادي يبقى عندنا هذا المشكل هذا ديال حب الشباب. واخا انا غادي نعطيكم وصفه للمساعده للمشاكل ديال حب الشباب، ولكن كنصح ان تشوفي طبيب هو غيدير معك التحاليل ويشوف المشكل منين كاين، وهذا الامر هذا ما غاديش يبقى. شكرا لك خديجه من زاكوره، تحياتنا لك. غادي نمشيو عند ام لؤي من الديار الفرنسيه. السلام عليكم. الو. عليكم السلام. اهلا بك ام لؤي، مرحبا بك على اصوات. شكرا، بارك الله فيك، شكرا لكم على هذا البرنامج. الله يخليك. عندي سؤال دكتور عماد. انا عندي واحد البنت كان عندها كان يعني هي ملي خلقت الشعر ديالها ما شاء الله مزيان. قعدت يعني لغايه ما تكون عندها 7 سنين، كنا مشينا المغرب ويعني واستحمت في واحد المكان يعني شنو نقول لك، هو ناتور كيطلع من الارض سخون. واش نقدر نقول المكان ولا بلاش؟ لا غير المكان. فين؟ في المغرب ولا فين؟ في المغرب. المغرب. لا المهم يلا، لا داعي لديك. يعني هما كاينين جوج الامكنه ولكن المكان يعني هذا قريب الفاس، يعني هذا يعني عرفت. فهمتك مزيان. بعدين شعرها زي ما تقول حتى الكولور نتاعو تبدل وقعد يطيح لغايه ما دابا شعرها يعني شعرها ضعيف بزاف. نعيت من يعني ما نجرب معها في حاجات وهذه. وجربت معها الزيت اللي قلتي، زيت الفلفل وزيت الزيتون. ما شاء الله دكتور، الله يبارك فيك ويجعلها في ميزان حسناتك. يعني مشى كويس، يعني مشى مليح يعني، ولكن ما رجعش شعرها زي ما كان. فهمت. ولا نطلب منك دكتور بارك الله فيك، لكن ممكن واحد الوصفه اللي يعني او حاجه ثانيه يعني. انا زي ما نقول هكا حد علمي والخبره اللي اكتسبناها منكم، انا نقول البصيلات تضرت لها يعني. يعني البنيه دابا عندها 7 سنين. شحال في عمر البنت؟ لا دابا ما عندهاش 7 سنين. دابا عندها 15 سنه. ما شاء الله. غير هو قبل ما الانسان مشى لهذوك الحامات، يعني قبل ما ديتيها لهذوك الحامات، واش كانت دارت شي صباغه لشعرها ولا دارت شي ماده كيميائيه لشعرها، شي ترطيبه؟ نو دكتور، الحاجات هذه احنا بعيدين عنها كل البعد. نعم. ولا استعملت يعني مثلا شي شامبوان، غيرت الشامبوان ديالها اللي كانت كتغسل به هي في الديار الفرنسيه؟ ممكن مع هذه ممكن، لانها هي مشات الحامات مش معايا انا، مشات مع من الاقرباء ويعني واستعملوا منظفات يعني العاديه. يعني الحاجات اللي هنا اكيد. فهنا هذا هو المساله اللي كنت بغيت نهضر عليها، لانني فهمت ملي هضرتي لي على هذه المساله. هما الحامات فيها شنو؟ داك الحامات متميزه بواحد التركيز كبير ديال الكبريت، اذا لو سوفخ، اذا هذا الكبريت هذا اللي كيتعتبر واحد الماده مؤكسده من الدرجه الاولى. وهذا الكبريت هذا الى الانسان مشى للحامات وما استعملش واحد النوع معين، يعني واحد النوع جيد ديال الشامبوان
استعمل بعض الانواع اللي كتكون فيها ماده السلفات طالعه وماده البارابين طالعه وماده السيليكون طالعه. فهنا ملي كنغسلوا في هذوك الحامات بهذه المواد الكبريتيه كيتزاد التركيز ديال هذه المواد الكبريتيه وكتولي عندنا واحد المركبات اللي شنو كدير كتدخل لينا الجلده ديال الشعر ديالنا وكتاثر لينا عليها. فاش كتاثر عليها في التلوين، كتاثر عليها فيما يخص الرصيد ديال هذه الاملاح المعدنيه، وهذا الشيء اللي كيمكن ياثر علاش هو مع الاسف ان الابنه ديالك طاحت في ديك الحالات ديال وحده في 50 حاله اللي كيمكن تصاب بهذا المشكل هذا. فهي عندها البشره حساسه ديالها، عندها الشعر حساس لان انا فهمت الحاله ديالها، وهذا الشيء علاش هي يعني وقع لها هذا الاختلاف ديال الشعر. فهنا ماشي الحامات، فهمتيني يعني الطريقه ديال استعمال بعض المواد اللي ما كانش هي كتستعملها هو اللي يقدر كنقول بين قوسين ياثر عليها وياثر لها على الشعر ديالها. واخا اذا واش تواصل انها تدير شي وصفه غادي ديرها ياك وغادي الفلفله هي تكلمات على وصفه الفلفله اللي عطات نتيجه الحمد لله. هي تواصلها وان شاء الله. فخليك في الاستماع اختي، كاين اسئله في المشكل ديال تقويه الشعر وكثافه الشعر، فغادي نعطي وصفه ان شاء الله للتقويه وكثافه الشعر. خليك معنا في الاستماع اختي. شكرا لك ام لؤي. ام لؤي الاصل ديالك منين؟ للاسف انقطع الخط الام لؤي، كنظن انها ماشي اصل مغربي. فتحياتنا ليك ولكل الجاليه المغربيه المقيمه بالخارج. غادي نرجعوا للدار البيضاء او مراكش عفوا. ام زينب من مدينه مراكش، السلام عليكم. السلام عليكم اختي عجار، اش اخبارك ام زينب؟ الحمد لله. كيدايرك الدكتور عماد؟ كلشي بخير الحمد لله. مكنسمع صوتكم اختي. نشكركم على الشيء اللي كديروا. مرحبا بك ام زينب، تفضلي. عندي ثلاثه سؤالات. يلا. الاول، بنتي عندها 10 سنين، عندها الشعر حتى هي محرش وتقرب من القدام. والسؤال الثاني، الصباع ديال رجليها هاد الايامات كيحمروا ليها وبقات كتحكم 10 سنين. 10 سنين. واخا اختي عمرك درتي لها استشوار؟ عمرك درتي لها ترطيبه؟ لا، حتى شي حاجه. شات ترطيبه عمرك استعملتيها؟ لا لا لا. واخا السؤال الثالث الله يسلمك. ونسولك بعدا باش غندوزو للسؤال الثالث. بعدا نشوفوا السؤال الثاني شنو فيه، والاول باش نفهموا شنو كاين، باش نعطيك واحد يعني نعرفوا واحد التشخيص شويه بسيط. فقولي لي، ما كتعاني لا من فقر الدم لا حتى شي مشكل صحي؟ لا، عندها صدفيه انا وياها. صدفيه، فهذه الصدفيه فين؟ الصدفيه عندها في الشعر؟ عندكم في الشعر؟ عندها في الشعر، عندها في الشعر. انا وياها. ايوا شوف انت دابا اختي، شوف هذه غادي نتعلموها مع بعضياتنا. فمن الاول كان خصك تقولي لي راه عندها الصدفيه وعندها واحد المشكل ديال الشعر، حيت اصلا الصدفيه هي من اول الاسباب. شنو كنقولوا دائما؟ كنقولوا فروه الراس، فوقاش كيولي يطيح لنا الشعر منين كيكون فيها شي مشكل. واهم هذه المشاكل او من اصعب هذه المشاكل عندنا الصدفيه، عندنا الحساسيه، عندنا الفطريات. اذا الصدفيه كافيه على انها تكون سبب باش يدير لها تساقط الشعر. وغادي نعطيك وصفه. يلا نمر السؤال الثالث ديالك. السؤال الثاني تكلمات على الصبعان ديال رجلين البنت الاماميه اللي كيحمروا وكتبقى تحكم. السؤال الثالث، الوزن، بغيت شي حاجه اللي تنقص الوزن. عندي البش بزاف، عام المويه عامره عام في الوصف. واخا وصلت ما عندكش مشاكل على المستوى الغده الدرقيه؟ انا عندي المشكل ديال الصدفيه صافي. ياك؟ لا. واش عمرك درتي التحاليل؟ يعني واش ما عندكش مشاكل؟ التحاليل ما عندي حتى شي حاجه الا المصران صافي اللي عندي انا. هو يقدر يكون المصران هو اللي يعطيك واحد الانتفاخ ويعطيك هذا الزيت الاول. هي عامره في الوسط بغات تنقص. لا، انا كتعجبني في ام زينب كتقول لنا السؤال وكتعطينا يعني عاوتاني من بعد السبب اللي يمكن يعطينا هذا المشكل. لا شوف، تبارك الله عليك اختي زينب، خليك في الاستماع. فان شاء الله هذه الامور كامله غادي نحاولوا ان شاء الله نحلوها مع بعضياتنا. شكرا، كنشكركم. شكرا شكرا لك ام زينب، وتبسمنا معك هذا الصباح. تحياتي لك والبنيه ديالك الله يحفظها لك. غنمشيو للدار البيضاء مع عزيزه. السلام عليكم عزيزه. السلام عليكم. وعليكم السلام، مرحبا بك على اصوات. الله يبارك فيك. كبير اختي عزيزه، لاباس عليك؟ الحمد لله عزيزه، مرحبا بك، تفضل. كيف الدكتور عماد لاباس عليك؟ الحمد لله، الله يبارك فيك. كنسمع صوتكم مرحبا. الله يخليك الدكتور، بغيت نسولك على واحد جوج الوصفات. على ودي الحبوب، الوصفه الاولى تناخذوا هي صعبت علينا واحد السيده وبغيت غير نتاكد منها قبل ما ندير. الله يجزيك بخير. واخا نستافدوا معك اختي. شكرا. تناخذوا معلقه صغيره ديال القهوه. وتندير معها معلقه صغيره ديال السكر ومعلقه صغيره ديال زيت البلديه. وتنخلطهم وتنديرهم على وجهي واحد الكوماج تقريبا 3 دقائق بحال هكاك. موراها تنغسلو وتناخذ جوج ريوف ديال الثومه ياك،
وتنديرو معاه شويه ديال الزهره ديال البابونج وشويه ديال الماء تنغليهم تنغليهم وتنخليهم حتى كيولي حتى كيولي كونسونطري. من بعد تنضيف عليه شويه معالق جوج صغار بيتا ماما جوج معالق صغار ديال الدقيق الذره وتيكيولي بحال هكا عجينه وكنزليهم على وجهي 20 دقيقه 30 دقيقه تكينشف. ومن بعد تنغسلو موراها عاوتاني تناخدو انطونيغ تنصوبوه فيه ورق سيدنا موسى قشور ديال الحامض وعصير ديال نص حامضه ومع الماء تنديرهم حتى هما تيغليو هادو تنديرهم ثلاث الوصفات متابعين تنديرهم تيغليو تيولي حتى هو كونسونطري تيولي هذاك الطونيغ تنديرو مره قبل ما ننعس تنرشو على وجهي تنخليه باش تنعس وملي تنفيق عاوتاني في الصباح تنولي تنديرو تنبقى به هاد الطونيغ بالضبط بغيت نسول عليه يقمع عليه خطره الوجه حتى فيه الحامض بلاتي صبري يا عزيزه صبري عرفتي شنو درتي القهوه درتي الفطور والغداء لا هذه العجيب هذه عمليه جراحيه هذه ما بقاش دابا وصفه طبيعيه ونسمتي بورقه السيده موسى في الاخر بلاتي انت كتعرفي عزيزه بغيت نقولها على هذه المساله انت كتعرفي ان الدكتور عماد لسنوات كنتكلموا دائما على الحامض ما كنستعملوش الجمال ديالنا والبشره ديالنا هذه مساله قبل ما يبدا الدكتور عماد لما الدكتور عماد بلاتي كيوجد لك شوفي فيا ساكت مقبله على جريك القهوه سكر زيت البلديه هذيك غوماج فمن الاول بعدا غدا العمليه غلطه هذه المساله انا غير بغيت نتكلم معك على هذا الكوماج ديال تفلد القهوه مع السكر مع زيت البلديه كنشوفوه بزاف النساء كيستعملوه في الحمام ككوماج ماشي للوجه للذات ديالهم للترطيب الجسم ماشي مشكل الجسم ماشي مشكل واخا نتفاهموا بالنسبه للكوماج الاول اصلا قلت لك العمليه غاديه مغلوطه لان هذا كيتستعمل النقاط السوداء لي بوانوار ما عنده علاقه بالحبوب لان وجه فيه الحبوب راه وجه حساس وجه اللي خصو واحد العنايه خاصه ما خصناش اي حاجه نديروا عليه كنساليو من هذاك الحروشيه ديال هاد المواد اللي كما قلت لك ان البشره فيها الحبوب كتكون بشره جد حساسه كنديروا لها هذاك الكوماج اش كنديروا كنزيدوا نجرحوها كنزيدوا ناثروا عليها علاش كندوزوها كندوزوها التركيز الكبريتي اللي كاين عندنا في الثومه الثومه ديك الثومه نسيت زهره البابونج نعم يعني وكتخلط وكدير عجينه عاوتاني اذا كاع داكشي اللي جرحات يعني بحال جرحتي واحد الجروح وكدير عليها الثومه كتخليها واحد المده كنعاودو نحيدوها وكنعطيوها لاسيد سيتريك اذا كنعطيوها حمض السيتريك اللي هو الحامض اللي كيحرق لينا نهائيا هذوك الجلدات فاختي كنقول لك هذه المساله هذه الا درتيها واحد داومتي عليها غير واحد شنو نقول لك واحد ستة المرات ولا سبعه كوني على يقين من غادي تدخل غادي يدخل الربيع ان شاء الله غادي يولي وجهك كله بقع بنيه وما غتعرفيش السبب منين كاين هذاك هو السبب لان الميلانين كتضرر الميلانوسيت اللي كيكونوا كيفرزوا لنا الميلانين حتى هما كنأثروا عليهم والبشره ديالنا كتولي واحد البشره اللي متضرره من هذه الامور هذه كامله فهاد النصيحه عطيتها لك اختي عطيتها السيده اللي عطاتك الوصفه احنا ما غاديش احنا كما كنقولوا هنا كانت دكتور عيم باقا هي كتسول هادشي ما ماشي مشهم هي هادشي متاكده منه الطونيغ اللي دارت ديال ورق سيدنا موسى قشور الحامض وعصير نص حامضه مع الماء كيغلي اكيد فلاسيد سيتريك كما قلنا وهذا كتخليه يعني كتبات به باش كتريح الوجه ديالها غادي نتعرفوا على رايك في هاد الطونيغ كذلك وهاد المساله صراحه اختي عزيزه احنا بغينا النصيحه ربما دكتور عيم خليك معنا مازال غادي نرجعوا لك عزيزه فاصل قصر ونواصل معكم دائما مستمعينا مستمعاتنا دائما على أتي راديو أصوات عزيزة من الدار البيضاء تكلمات على وصفة إزالة الحبوب تبارك الله فيها بزاف المراحل وبزاف المكونات واللي هي غالطة ومغلوطة أنا بغيت نرجع عندك عزيزة ونتكلم معك أنت هذا ماشي حب الشباب اللي فيك لا هو حب الشباب هو كان فيه دابا قبل حب الشباب وكنت كندير هاد الوصفه ولكن لا يلا بغيت نديرها صراحه يلا بغيت نديرها ولكن خفت من هذاك الحامض وداك الشيء مع شي بقا تثبات بيه والغد اللي خفت عليه الشمس وهذا صافي قلت ما نديرهاش ودرت الوصفه ديال الدكتور عماد ديال 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 الخرقوم البلدي مع الحامض مع العسل ما كاينش الحامض في الوصفه لا ما كاينش الحامض راه غير الحامض انت كتستعملي الوصفه الدكتور عماد استعملت الوصفه ديال الدكتور عماد الحمد لله ولات نتيجه نقص شويه انا باقي فيا شويه الاثر بالحبوب ولكن نقص شويه مقارنه بشحال هذه ولاش باقي كتسولي على الطونيغ بغيت نعرف بغيت غير شي وصفه فهمتي معززه اللي غتدير
ولكن ما كتعرفيش باللي ان ممكن في هذا يعني اننا نخلطوا بين بعض الوصفات وبعض المكونات تعطي نتيجه عكسيه. انا ماشي كنقول لك زعما تبعي وصفه على اخرى ولكن تقدر تعطيك نتيجه عكسيه. هاد السيده بعدا اللي عطاتك هاد الوصفه خاصك تنصحيها وتقول لها عافاك كفاكي من هاد الوصفات اللي كتنقلي لانها راها خاطئه 100%. تفضل دكتور عيم. فاول حاجه بدا كنشكرو اختنا عزيزه لان استشرت، اذا الحمد لله ان عرفات بان خصها تستشر قبل ما تستعمل اي حاجه للبشره ديالها. وهكا الاخوات انا عارفهم اللي كيتصنتوا وكيستمعوا بانهم حتى هما كيديروا نفس العمليه، والاخوات اللي التحقوا بنا كذلك حتى هما يستشروا لان الاستشاره مهمه. علاش هادشي كنقولوا كامل؟ علاش؟ حيت البشره ديالك يا اختي راه حساسه بزاف، وخاصه راه خصكم تعرفوا بان 60% ديال المغربيات عندهم البشره حساسه. اذا اي حاجه وضعناها على البشره ديالنا ماشي هي هذيك كيمكن يمشي للبشره ديالكم ويمكن تاثر لكم لا على الجمال ديال البشره ولا على الصحه ديال البشره. نعم. ف اللي بغيتك توصلي لها السيده قول لها هذه العمليه كلها من الاول حتى الاخر عمليه اللي غتعطيك اعراض جانبيه، شي ولو انها ديرها وتعطيها نتيجه، ولكن كوني على يقين اختي نتلاقاو في الفصل ديال الربيع الى طول الله العمر وغادي تشوفي النتيجه في البشره ديال الناس اللي استعملوا هذه الوصفه هذه كيفاش غادي يولي وجههم وكيفاش غادي يتحرق وما غاديش يبقى عنده النضاره ديالو. بالنسبه للحبوب او ازاله الحبوب فغادي نعطي وصفه كذلك ان شاء الله في البرنامج اللي غادي تكون وصفه امنه. وكنشكرك على السؤال ديالك وعلى الاستشاره ديالك اختي عزيزه قبل ما تستعملي هذه الوصفه هذه. ونصيحه لهاد السيده اللي كتعطي هذا النوع ديال الوصفات. انا نصيحه ليها اختي هاجر ونصيحه للسيدات اللي كيبغيو يديروا فيها اطباء كيبغيو يديروا فيها مختصات. نعم. تحيه لهم على راسي كما كيقولوا، انا كنهضر من الجانب المهني. من الجانب كوني كرئيس الهيئه المغربيه للمواد الطبيعيه وكنشوف اشنو كيوقع، كوني كنمشي مع لجنات او لجنات ديال الناس اللي كيستعملوا هذه المواد الطبيعيه او المواد العشوائيه. نعم. وشنو كنتعطي في بعض الحالات الناس كيعطيهم امور كتطبخ كتشرب كتادي بالحياه ديالهم. نعم. كتطيحهم كديرهم في كوما. الناس كيعطيوهم مواصفات راه عاشت يعني عشتي معايا هادشي اختي هاجر وشفناه العديد من المرات والعديد من الشهادات وجاو عندنا اخوات حتى لهنا الاصوات وعطاو الشهادات ديالهم. فالله يجازيكم بخير، يكون عندكم واحد الضمير. انا كنقول للاخوات ديالي انا كنهضر معكم كاخوكم وكنعطيكم نصيحه، ووصلوا هاد النصيحه هذه حاجه ما كنعرفهاش وما سولتش عليها مختص، كنهضر في المسائل الصحيه. الله يجازيكم بخير، استشروا واعطيو المعلومه. انا نفضل انكم تدوزوا معلومه صحيحه، نفضل انكم تنصحوا بالانسان وتقول له يا ودي ما ديرش ولا هذه الوصفه سمعتها ولكن انا كنصحك ما ديريهاش حتى تستشري، على اننا نعطيو شي حاجه نخرجوا بها على بعضياتنا. شكرا لك دكتور عماد، شكرا لكل المستمعات ديالنا. حنا غادي نواصلوا معكم دائما في هذه الحصه المفتوحه بالاسئله ديالكم رفقه الدكتور عماد ميزاب. ما عليكم انكم تواصلوا معنا على 05 22 77 24 24. خليكم معنا مع اختيار موسيقي هاكم على اصوات مستمعينا دائما في حصه مباشره. غادي نواصلوا مع استقبال مكالمات المستمعات ديالنا واسئلتهم. معنا ام هارون من اكادير، سناء من ورزازات، ولكن قبل فاطمه من الدار البيضاء. السلام عليكم. وعليكم السلام، اشخبارك؟ لاباس عليك. الحمد لله. لا فاطمه مرحبا. صحيح لاباس؟ الله يبارك فيك. لا مرحبا بك دكتور ديالنا. الحمد لله الحمد لله. لاباس عليك اسيدي، كنشكرك بزاف 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 بزاف. وانا راه عندي 70 عام. تبارك الله، الله يزيد فيك. وملي كنفيق الصباح كنوض كنشعل اصوات هي الاولى. تبارك الله عليكم، والله يحجبكم والله يزيد في عمركم. امين. شكرا. من الكبير حتى للصغير. الله يبارك فيك. الله يكبر بك لا فاطمة، والله يطول في عمرك. شكرا. الله يزيد في عمركم. امين. والله يقويكم والله ينصركم، وبغيت ربي هو يكون واقف معاكم ومع وليداتكم. يا ربي. دكتور انا عندي واحد السؤال لك، الله يخليك، عندي بزاف ولكن ما نطولش عليك. يلا تفضل. انا يا عندي هذا واحد، عندي واحد المرض ديال الدم وعندي الغرده الدرقيه وما كنعش بالليل، خطره كنعس خطره ما كنعش، وراك عرفتي مع السن وكل شيء. دابا قالوا لي ديري الكمون الصوفي. ديري الكمون الصوفي خوي عليه الماء وشربيه، ونوض درتو البارح ونعست ما نكذبش عليك لانني نعست، ولكن صبحت مرخيه مدقدقه ما عنديش شي عظم اللي نعس. هذا هو سؤالي لك، وعندي بزاف والله، والله يجعل ربي يطول لك العمر ونعاود ثاني نتصل بك. يلا سولي شي سؤال اخر مهم. انا دابا دكتور شوفي سولي جوج مهمين، جوج اسئله مهمه. عندي الهشاشه اييه
ديال العظام حتى هي ولكن انا ما كندير حتى وصفه كندير غير دواء الطبيب. اي مزيان الله يعطيك الصحه مزيان مزيان. وكنخاف كنخاف كنخاف من هذوك الوصفات. أيه. وهذا الكمون الصوفيط قراته بنتي غير في هذاك الشيء اللي كيقراو انا ما قارياش وقالت لي ديري دابا راه البنيته شوف دابا البنيته راه غلطه ياك. انا كنقول النعناع الصوفي ماشي الكمون الصوفي. لا هذا مصغرين وداري الكمون الصوفي انا كنعرف الكمون الصوفي. لا كاين الكمون الصوفي ولا النعناع شنو؟ لا النعناع الصوفي ماشي الكمون. لا ميليس ماشي الكمون الصوفي. لا الكمون الصوفي بوحدو هذاك سي نوع ديال الكمون اللي كيكون مصوف كتكون عنده واحد الحبه ديالو مصوفه. اي اي هو اللي درت. اي اللي كيعطيو الوليدات الصغار ملي كيكون فيهم الوجيعات الخلطه معلومه كيعطيو الوليدات الصغار فهذاك ماشي هو اللي كنهضر عليه. كنهضر على نبته النعناع الصوفي. النعناع الصوفي كنسمع على النعناع الصوفي وما رجدوش كنديرهم اللي كتقولوا وهذوك راه مزيان. ايوا استعمليهم ديري معلقه صغيره ديال النعناع ياك. هي لا غديري غير غديري معلقه صغيره ديال النعناع الصوفي وديال ما رجدوش ومعلقه صغيره. قول لي الطونسيون عندك طالع ولا هابط؟ لا عندي ديما الطونسيون مزيانه كناخذ مزيانه صافي. اذا شوفي غديري معلقه صغيره ديال المرد الدوش ومعلقه صغيره ديال النعناع الصوفي. نعناع الصوفي لا ميليس. نعناع الصوفي وغتديري ثلاثه الوريقات ديال اللويزه غتزيدي عليهم كاس صغير ديال الماء مغلي حتى يطلق وغتصفيه وغادي تشربيه صافي. بالنسبه لهشاشه العظام اللي كل كاع الاخوات اللي كيسمعوا لينا غادي ناخذوا معلقه صغيره ديال الزريعه ديال الحريقه الحرشه. الزريعه ديال الحريقه الحرشه معلقه صغيره ديالها كنديروها في واحد الزلافه واحد البول ديال الحسوه ديال الشعير بالحليب ولا بالحليب ماشي مشكل. كتخلطوا مع هذيك المعلقه صغيره ديال الزريعه ديال الحريقه الحرشه وكتاخذوها نص ساعه يعني في الفطور كتشربوها مع الفطور وكتداوموا عليها ديما فهي كتعاون الفيتامين دي وكتعاون الكالسيوم وكتعطي واحد القوه الله عظيمه ديالنا. لا فاطمه الله يعطيك صحيحتك والله يطول في عمرك والله يخلي لك الوليدات ديالك وشكرا على الدعوات اللي في الحقيقه احنا محتاجينها على الصباح. تحياتنا ليك ولهلا يختك وخليك ديما معنا على اصوات كوني اكيد اننا غنتذكرك دائما فشكرا ليك شكرا لوفائك لينا. سلام. الله يكبر بك الله فاطمه تحياتنا لك غادي امين امين الله يعاونك بنتي الله يعاونك الله يطولنا في عمرك تكوني مستمعه دائما وفيه. الله يخليك الحريقه مطيبه معاها ولا غنطيب السواعد؟ لا تا طيبي الحسوه وزي معلقه صغيره ديال الزريعه الحريقه وديريها فيها. الله يزيد في عمرك الله يزيد في عمرك. حنا وياك امي انت حنا وياك باقي ما حجيتيش. لا حجيت طلبي لي الحجه الثانيه نشوف نطلب لك عمره رمضان ان شاء الله مجموعين ان شاء الله الحج. الله يبارك شكرا لك فاطمه اللهم امين. ولهذاك الولد اللي كيحكي سيدي عبد الرحيم حبيش لحقوا لي هالدعوه قول لي الله يسترك. كيسمع كيسمع قول لي الله يرضي عليك. امين قول لي الله يسترك. يلا شكرا لك لا فاطمه الله يخطيك تحياتنا لك ولكل مستمعينا ومستمعاتنا. شكرا لهاد النساء اللي في هاد العمر مغربيات الحرات وكيتابعونا وكيستمعوا لنا والوعي انهم ما يجربوش واحد الوصفه حتى انهم يستشروا ويسولوا عليها فتحيه لك لا فاطمه. وانا عطيتي رساله لكل النساء اللي كيستمعوا ربما اللي كيسمعوها صفات وكيبقاو يجربوها عشوائيا بلا ما يبحثوا عليها. غادي نمشيو لاكادير غادي نتواصلوا مع ام هارون. السلام عليكم. وعليكم السلام كدار اختي بخير؟ الحمد لله. ام هارون اش اخبارك؟ لاباس بخير الحمد لله مساك الخير. مرحبا تفضل. كنشفى العاجل لاختي سناء. امين يا رب شكرا. بغيت نتصور الدكتور عماد. مرحبا تفضل شنو سؤالك؟ تفضل. السلام خويا كدايرة لاباس عليك؟ الحمد لله الله يبارك فيك. نعم اختي مرحبا شنو السؤال؟ بغيت ذات الوصفه اللي قلتي لهاد المراه واش يمكن لي ناخذ انا كنرضع ولدي مازال صغير؟ ماشي مشكل ماشي مشكل ناخذها؟ ماشي مشكل ما عندها حتى شي مضره عليك اختي. ايوا بغيت على حساب شي وصفه شي حاجه ترطب الوجع عندي شي تجاعيد شويه حدا عيني ومازال زعما يعني باقي الحاله التجاعيد عندي 25 عام. هي غادي نعطيك وصفه للتجاعيد ان شاء الله خليك في الاستماع. شكرا لك ام هارون تحياتنا لكم مرحبا بكم معنا على اصوات. غنمشيو الورزازات مع سناء. السلام عليكم سناء. السلام عليكم. مرحبا بك على اصوات. شكرا اختي ربي يخليك. تفضل نسول دكتور. نعم. عندي بنتي عندها 3 سنين يلا كملت 3 سنين وكتجيها بزاف ناشفه. شنو كتجيها؟ كتجيها ديك الكحبه ناشفه وكيضربها البرد بزاف زعما ديتها للطبيب وسميتو قال لي ما عندها حتى شي سميتو زعما ما عندها. شحال في عمرها شحال في عمرها اختي؟ عندها 3 سنين. 3 سنين هي؟ زعما تعطيني شي وصفه وهذا كندير ليها السيروات كنديها للطبيب وكل شيء. ايوا شوف 3 سنين كما كنقول انا ما كنعطيوش وصفات طبيعيه اللي كتكون شويه قاصحه.
انا كنصح ان النباتات او المواد الطبيعيه اللي كتكون ثقيله ما نعطيوهاش لوليداتنا حتى يفوتوا 6 سنين باش كيكون شويه الجسم ديالهم تكون. هنا هذه المساله ديال الكحبه اللي كتجي خاويه فبعض الحالات كتكون في غالب الاحيان كتكون كحبه عندها علاقه بحساسيه. الحساسيه شنو هو المشكل ديالها؟ ان كتكون المناعه مازال ما تكوناتش، ان 3 سنين مازال ما تكوناتش عندها الجهاز المناعتي ديالها. الجهاز المناعتي كيخصو واحد المده، فهو من 10 سنين الفوق عاد كيولي كيتقاد وكيشد بلاصتو. فهذا الشيء اللي كيمكن يعطينا هذا المشكل هذا. المساعده اختي ليك وجميع الاخوات اللي كيسمعوا لينا، بالنسبه للوليدات الكحبه اللي كتكون ناشفه، شنو ماده واحده كيمكننا نعطيهم؟ هي البابونج. اذا كناخذوا معلقه صغيره ديال البابونج كنديروها في كاس صغير ديال الماء مغلي حتى كيطلق مزيان، وكنصفيوها وكنعطيوها لوليداتنا في الليل ملي كيبغيو ينعسوا كيشربوا هذا المشروب هذا، كيداوموا عليه واحد المده ديال شهر فقط. هادشي اللي يمكننا نعطيو لوليدات ديال 3 سنين. شكرا لك سناء من مدينه ورزازات، تحياتنا لكم، مرحبا بك معنا على اصوات. دكتور عماد غادي نبداو نجاوبوا على الاسئله، بعض الاسئله اللي ما جاوبناش عليها. نبداو باخر سؤال، ام هرم اكادير، تجاعيد حول العين او في الوجه والبشره ناشفه. اذا هنا غادي نديروا كريمه مضاده للتجاعيد، غادي ناخذوا فيها معلقه صغيره ديال زيت الصوجا، معلقه كبيره ديال زيت الجوجوبا، وغادي ناخذ فيها ثلاثه المعالق كبار ديال زبده الكاريتي. كنخلطوا هاد المكونات في حمام مريم حتى كيتخلطوا مزيان، وكنحصلوا على خليط متجانس كنخليوها تبرد، وهاد الكريمه اللي كنحصلوا عليها كنوليو كندهنوا بها البشره ديالنا كل ليله وما كنقطعوهاش. وصفه لازاله الحبوب، الكثير من المستمعات كانوا طولوا وعزيزه اللي عطاتنا واحد الوصفه تبارك الله بمراحل طويله يعني جدا ومنتظمه ومكونات متنوعه روتين. اذا وتكلمات على الوصفه ديال سكينجبير ديال الخرقوم، انا قفرتها الخرقوم البلدي مع العسل الحر وزيت اللوز الحلو. نعطيو وصفه اخرى لازاله الحبوب. وصفه اخرى نعطيكم وصفه بسيطه، واحد الزيت اللي ديما كنعرفوا انه كيقوي الشعر، ولكن الزيت راه كيمكنلو يحيد لينا الحبوب، اللي هو زيت الخروع. نعم. وراه ما كيديرش الشعر في الوجه، باش نتفاهموا لان هذا السؤال هذا ديما كيجي. كناخذوا زيت الخروع، ولكن فين كاين السر؟ فاننا نسخنوها. كنسخنوا زيت الخروع في حمام مريم حتى كتسخن مزيان واحد 15 دقيقه، وكنهزوا القطن وكندهنوا به البلايص اللي عندنا فيهم الحبوب، كنخليوها ساعه ومن بعد كنغسلوها. كنداوموا على هذه الوصفه هذه يوميا، ما كنقطعوهاش مده ديال 3 شهور. سؤال ايضا، ام زينب اللي تكلمات على بغات تنقص من الوزن في المنطقة الوسط، يعني عندها هذا المشكل، انا زيدت في الوزن الغالب. مع العلم انها تكلمات على عندها المصران غازز. من فوق ولا لان هنا الانتفاخ ديال الامعاء كيكون من الغازات. فغنعطي وصفه بسيطه، وصفه اللي كنعطيها ديما غناخذوا فيها رابعه ديال النافع، الخروب، النبق والباديان مطحونين، ربعه من كل حاجه او نص ربعه من كل حاجه، كنطحنوهم مزيان مع بعضياتهم، كنغرب لهم في ذاك الغربه الرقيق ديال الحنه باش كيتخرج لنا غير الموسلين، يعني غير ديك الغبره الرطبه اللي ما تاثرناش على الجهاز الهضمي ديالنا. كناخذوا يا اما كاين جوج طرق، كاين اللي كيبغي ما كيبغيش الماء مخلط، غادي تاخذوا معلقه صغيره من هذا الخليط ديروه في الفم ديالكم وتشربوه بالماء، يعني كنسفوه كنقولوا حنا بالمغربيه، او كناخذوا معلقه صغيره ديال هذا الخليط وكنخلطوها بنص كاس صغير ديال الماء مغلي حتى كيطلق على خاطره، وكنصفيه وكنشربوه نص ساعه بعد الفطور بعد الغداء وبعد العشاء، وكنداوموا عليه دائما واحد المده ديال الشهر. ام زينب اللي تكلمات على البنيه اللي عندها 10 سنين واللي عندها المشكل في صبيعات ديالها رجليها القداميين، ما عرفتش واش المهم الصباع القداميين، واش كنظن رجليها اللي قالت انهم كيحمروا ليها وكتبقى تحك فيهم، واش هادشي راجع لهذه المساله ديال البرد او حساسيه او هذا المشكل ديال الصدفيه اللي كتعاني منه يوم ماها؟ فاصلا قالت لك الصدفيه عندها في المستوى ديال الفروه ديال الراس، يعني في الشعر ديالها، فهنا الصدفيه من المواد الطبيعيه اللي كتعطي واحد النتيجه مع الصدفيه هي العطرشه، الجيغانيوم. فكناخذوا يا اما معلقه كبيره ديال زيت العطرشه وكندهنوها في البلايص اللي عندنا فيها الصدفيه بواحد المساج 10 دقائق وكنباتوا بها ما كنغسلوهاش. ولا كناخذوا الروح ديال العطرشه يعني ليسونسييل دو جيغانيوم، كناخذوا 10 ديال النقيطات ديالو كنخلطوهم بمعلقه كبيره ديال زيت اللوز الحلو، انت كيتخلطوا مزيان وكندهنوا بهم البلايص اللي عندنا فيهم هذا المشكل هذا ديال الصدفيه، وكما قلنا بمساج 10 دقائق وكنخلي وكنباتوا بها. هذا بالنسبه للصدفيه. اما بالرجلين اللي كيكونوا حمرين وكيديروا الحكه البنيه ياك اسيدي البنيه اكيد. اما هذا الرجلين اللي كيكون فيهم هذا الحمرار والحكه تقدر تكون فطريات، تقدر تكون حساسيه. اذا حنا ما يمكنناش نعرفوا هذا المشكل، غنعطيها وصفه للمساعده، ندير واحد الكريمه اللي غتكون مضاده للفطريات والحساسيه، تستعملها واحد 20 يوم، الا ما عطاتش نتيجه فضروري انها تلتجا للطبيب ديال الجلد باش تشوف هذا المشكل هذا. الوصفه ديالنا غناخذوا فيها معلقه صغيره ديال الزعتر،
ومعلقه صغيره ديال الخزامه وثلاثه المعالق كبار ديال زيت الكوكو، نخلطهم في حمام ريمتي تخلطو مزيان، نخليهم يبردوا. والكريمه اللي كنحصلوا عليها بعد ما كنغسلوا رجلينا مزيان بالماء سخون وبالصابون كنشفوهم، كندهنوا هذه الكريمه هذه كل ليله على رجلينا. هذه بالنسبه للبنيته. بالنسبه كذلك الاخوات اللي عندهم المشكل ديال الحكه بين الصبعان او الحكه والحمرار في الرجل ديالهم. غير سؤال فقط، واش بنيته في 10 سنين مسموح لنا نقولوا عندها الصدفيه؟ اكيد الصدفيه، الصدفيه كتكون عند الناس حيت هذه كتولي صدفيه وراثيه، يعني راه كتبان عند اطفال، كتبان عند رضع، يعني الصدفيه واحد المرض مزمن اللي كما كنقولوا حنايا راه ملي كيجي ما عندوش واحد السن معين فين كيكون فيه. سؤال ايضا، ام زينب ديال البنيه اللي شعر عندها حرش ام قرد من القدام، ايضا ام لؤي من فرنسا اللي تكلمات على البنيه اللي عامت في واحد الحامه وتبدل لها لون الشعر واستعملت لها الوصفات الزيت الفلفله وعطات بعد النتيجه، ولكن باقي الشعر ماشي بالطبيعه الشكل اللي كان فيه في الاول، فشنو نقدروا نعطيو هنا كوصفه لهذه البنيه دكتور عيمان؟ فهنا غادي نديروا وصفه اللي غتكون شامله، فهاد الوصفه اللي عندنا حتى الناس اللي بالجاليه المغربيه تحيه لهم يمكن لهم يستعملوا هذه الوصفه هذه. فغادي ناخذوا زيت الارز، لويل دو سيدغ موجوده، اذا زيت الارز كناخذوا جوج معالق كبار ديال زيت الارز ومعلقه كبيره ديال زيت اليازير لو غومارا، معلقه كبيره من زيت اليازير وجوج معالق كبار من زيت الارز لويل دو سيدغ شجره الارز، كنخلطوهم كندهنوا بهم الجلده ديال شعرنا وشعرنا، كنخليهم ساعه وكنغسلوه. اذا هذا كيكون كماسك مضاد للتساقط ومكتف للشعر. نعم. السيروم اذا كانت عندنا البشره بيضاء كناخذوا شويه ديال زيت ارغان الجميل وكندهنوه على الشعر ديالنا كسيروم بالليل، اكيد ماشي بالنهار ماشي مشكل. او اذا كانت البشره سمراء فهنا كنستعملوا يا زيت الجوجوبا يا زيت البابونج يا زيت الجمره الكاليندولا حتى هي كاينه ديالها او السوسي ما يسمى بالفرنسيه، فحتى هما هادو زيوت اللي كيمكن يستعملوا كسيروم. سؤال خديجه من زاكوره اللي هي عندها 19 سنه والاخت ديالها 27 سنه، عندهم مشكل تحب الشباب، كيستعملوا وصفه ديال زيت البابونج زيت اللوز الحلو وزيت الورد، واش هاد الوصفه عندها تعطي نتيجه واش صحيه؟ فهنا شوف حب الشباب كما قلت غنستعملوا زيت الخروع، نزيدوا وصفه اخرى، وصفه اخرى تكون بسيطه، وصفه غنستعملوا فيها الغسول مدقوق، الغسول اللي كيكون مدقوق العادي اللي كنديروا للشعر ديالنا كندقوه كنغربلوه مزيان، كناخذوا معلقه كبيره ديالو ياك، وكناخذوا معلقه كبيره ديال ماء الورد المقطر ماشي الماء الورد الاصطناعي، يعني معلقه كبيره ديال ماء الورد المقطر ومعلقه كبيره ديال الحليب دافي، كنخلطوا هاد المكونات كاملين كنديروها كماسك على البشره ديالنا مده ديال ثلث ساعه وكنغسلوه، وكنداوموا على واحد العمليه هذه جوج المرات في الاسبوع وكنداوموا عليها مده ديال 3 شهور. نعم. اول سؤال كان عند سكينه مدينه مراكش اللي تكلمات ترطيبه للشعر، واش ممكن تستعمل زيت الفلفله؟ انا استعملت ترطيبه في البدايه المهم جاوبناها، طلبات منا شامبوان طبيعي او شامبو طبيعي اللي نقدروا تستعملوا للكبار والصغار، فيه التغذيه وفيه الترطيب وفيه كل شيء والتساقط وكل الامور اللي ممكن تعالج لنا الشعر. نديروا بعدا شامبوان للتنظيف، فالشامبوان غادي ناخذوا فيه معلقه كبيره ديال الطين الاخضر، الطين الاخضر معروف بالفائده ديالو في كتنظيف الشعر، اذا معلقه كبيره ديال الطين الاخضر مع معلقه صغيره ديال الخزامه مطحونه. نعم. كنخلطوا هذا الخليط وكنديروا شويه ديال الماء كندهنوه على جلده شعرنا وشعرنا، كنخليه واحد جوج دقائق ثلاثه ومن بعد كنغسلوه، فهذا كيكون شامبوان طبيعي 100% غني بالاملاح المعدنيه. ملي نساليو نديروا ليه زيت الصوجا، نديروا ليه زيت لافوكا، نديروا ليه زيت رشيم القمح، فهادو كل زيوت كترطب وكتحافظ على الشعر. هادي تستعملوا لبنيته صغيره كبار وصغار، هذا ماشي مشكل. نعم. ما عنده حتى شي تاثير. بغيت نرجع معاك دكتور عماد، الكثير من الامهات دابا كيشكيو من الوليدات ديالهم مراد في هذه المنزله ديال البرد، نويفات مخنوقين، شنو نصيحتك للمستمعات الكريمات خصوصا الوليدات اللي كنحيروا ما كنعرفوش نقدروا نديروا معاهم؟ فهنا شوف هنا كناخذوا البابونج كما قلنا، كناخذوا معلقه كبيره ديال البابونج كنطبخوها في نص سيترو ديال الماء كتطبخ وكتعقد، ومن بعد هذاك الماء كنوليو ناخذوا شويه منه وكنغسلوا ليهم النيف ديالهم، يعني الاستنشاق والاستنثار يعني في النيف ديالهم حتى كنغسلوا ليهم، وكنداوموا على هذه المساله هذه، واكيد هذه كتكون كوصفه للمساعده والطبيب والادويه خاصه على الاطفال. دائما كنقول ضروري المرافقه الطبيه باش الصحه كتوقف على صح، يعني ما كنبقاوش كنتهاونوا، لان كاين بعض الامراض الا ما تعالجاتش وما تخذاتش الدوايات ديالها كتعطينا اعراض جانبيه
اقلها لي زونجين او الحلاق ملي كيحس الانسان واحد الالتهاب وكي ما كيداوش راه كيعطيونا الروماتيزم ديال القلب. نعم. وكما كنقولوا حنا راه ليسترا طويله. الله يشافي كاع الوليدات يا ربي. حنا معاكم اكيد مواصلين مستمعينا ومستمعاتنا على راديو اصوات. دكتور عماد شكرا لك. هذا واجب اختي. تحياتنا لك وفرصه مقبله ان شاء الله. مرحبا. شكرا جزيلا لك ايضا للشاف نوره محفوظ اللي كنتي معنا في الجزء الاول من حصه اليوم. تبارك الله عليك. الله يبارك فيك. ويعطيك الصحه على لي ماكارون. الله يبارك فيك. شكرا لك وفرصه مقبله ان شاء الله. شكرا جزيلا كذلك لعبد الرحيم حبيش اللي رافقني في الاخراج. من دابا لحظات برنامجكم لكل أسرة رفقة زميلتي لمياء المساوية.